السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: دولة الميليشيات، انهيار أمني واضح وغياب للسلطة والقانون في العراق يدفع الميليشيات للتصرف بحرية. في عنواننا الثاني: صحفي يعبر عن رأيه وينتقد تجاوزات العتبة الحسينية فترفع ضده دعوى قضائية. ولدينا أيضا اعتصامات للكوادر الصحية للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، ومواطنون يشتكون الحال من توقف العمل. وفي آخر العناوين: حال الطفولة في العراق، تسول في أجواء ماطرة ونوم على الأرصفة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. العراق دولة الميليشيات، هكذا يرى كثير من السياسيين، من المراقبين، من المسؤولين، ممن يتابع الشأن العراقي، وخرجت هذه المسميات وهذه المصطلحات من أشخاص هم أكثر المقربين إلى السلطة. شخص ينتمي إلى الحشد الشعبي أطلق النار باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة سائقين قرب جسر النهضة في بغداد. أثناء قيام دورية للشرطة باعتقال هذا الشخص، قامت مجموعة من زملائه بالحضور إلى موقع الحادث وتحريره من أيدي الشرطة. دعونا نشاهد. لدينا أيضا ملثمون قاموا باستقلال دراجة نارية، وقاموا بإحراق سيارة عائدة لأحد الأهالي في منطقة القادسية ببغداد دون معرفة الأسباب. لدينا صور لهذا الموضوع. هذه صورة السيارة المحترقة، طبعا هذا بناء على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب هذه السيارة، صاحب المنزل ربما أو الجيران، لكن في النهاية وصلت وانتشرت هذه هي السيارة وهكذا أحرقت بهذه الطريقة. لا أحد يعلم الأسباب، ربما ثأر، ربما انتقام، ربما تجارة، يعني الآن الأمور في العراق تسير بهذا الاتجاه. ونستمر في موضوع حمل السلاح خارج إطار القانون والدولة. تعرضت كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة الكوفة تحديدا، لإطلاقات نارية عشوائية نتيجة لنزاع عشائري مسلح، مما طبعا عرض حياة الأساتذة والطلبة للخطر، لكن لم تكن هناك أضرار أو إصابات بشرية. اختصرت على تضرر سيارة أحد أساتذة كلية الزراعة ووجود أثر للإطلاقات على مختلف ممتلكات الكليتين. أيضا هناك صور لهذا الموضوع. هذا طبعا من ضمن ما أطلق من عيارات نارية في حرم الجامع. هذه هي سيارة الأستاذ الذي تضررت، طبعا التي تضررت نتيجة هذه الإطلاقات بهذه الطريقة. أيضا هناك خسارة لبعض الممتلكات المتعلقة بالجامعتين أو الكليتين لنزاعات عشائرية. طبعا هناك هذه التجاوزات التي واضحة في وضح النهار للقانون وعلى القانون، طبعا غياب واضح لسلطة الدولة على السيطرة على هؤلاء، ويظل المواطن يتساءل متى ستطبق الوعود التي أعطتها الحكومات السابقة بحصر السلاح بيدها. ننتقل إلى موضوع آخر. قال الصحفي حيدر هادي إن القائمين على العتبة الحسينية يمنعون المواطنين من إدخال سياراتهم إلى منازلهم القريبة من مرقد الإمام، وقامت هذه العتبة بإجبار المواطنين على دفع مبلغ 5000 دينار عراقي نظير ركن سياراتهم، بالإضافة إلى أنهم يمنعون أيضا من إعادة إعمار منازلهم. دعونا نشاهد. أنا اليوم راح أشياكم بصفة مواطن، مو بصفة إعلامي ولا أنا. تعرفون إنه هذا المدخل لمدينة كربلاء بهذا الاتجاه، العوارض يصرفوا عليها الفلوس الملايين كلها من أموال الإمام الحسين بهاي الطريقة. فبدأوا إنه التظاهرة اللي طلعت بالآونة الأخيرة بارسلال نقط الأرزاق، بعد ما قام يصورون العتبات بالوجه
قام يخلون الفوج اللي هو خاص بفوج الحرمين يكون مع صدام ويا الاهالي في مدينه كربلاء، بالتحديد المدينه القديمه العباسيه مخيم. اليوم انا بباب الخان ولفت انتباهي هذا الموضوع اللي جدا مهم، اللي هو من ضمن الاساليب اللي كانت تستخدمها اسرائيل الفلسطينيين. اليوم صاحب البيت اللي عنده بيت هنا يطب بسيارته وبيته جوا ما يدري وين يخليها. جاء امر للمنتسب، طبعا المنتسب ما عنده لا حول ولا قوه، تجي تعليمات من الفاتيكان وهو يطبقها مباشره على المواطن. خلوا المواطن اللي يسكن هاي المنطقه انه مع صدام مع المنتسب الموجود هنا. اليوم الواحد اللي بيته في منطقه باب الخان ما يطب بسيارته، يروح يدور مكان يطبوها. وين يوديها اذا جو المنتسبين لقوها؟ راح يفشون تايراتها. بالمقابل شنو سووا؟ سووا ساحات بفلوس زين، حتى يجبرون ابو البيت اللي هنا يروح يطب بسيارته بهاي الساحه ويعطي فلوس. هذا اسلوب من الاساليب اللي يسووها. طبعا مره يسوون هاي الطريقه، مره اذا واحد يجيب لي بيته ما راح يقدر يطيخ المواد، ابو الفندق بنفس الحاله حتى يعطيهم فلوس حتى يدخل المواد. وهذا الاسلوب الجديد اليوم اللي سووه، ما خلوا الفوج بالواجهه، ما قالوا حتى الناس تقول عتبات، خلوا الفوج الحرمين بهاي الواجهه، حتى شنو حتى الشوارع تبقى فارغه. زين انا اذا بيتي جوا شلون راح اقدر ادخل سيارتي جوا؟ وين اوديها؟ طبعا هذا الكلام لم يمر مرور الكرام. بعد نشر المقطع وخلال اقل من اسبوع تم تحريك دعوتين قضائيتين ضد هذا الصحفي حيدر هادي من قبل رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي وعضو مجلس النواب السابق حبيب الطرفي. دعونا نشاهد هاتين الدعوتين. هذه هي الدعوة الأولى إلى المتهم حيدر محمد هادي علوان الساكن في كربلاء. طبعا هذا أيضا المحضر الثاني. إذن بهذه الطريقة يتم التعامل مع من يبدي برأيه، من ينتقد واقع موجود في العراق. طبعا هذه حالة وهذا نموذج، هناك نماذج أخرى كثيرة تعرضت إلى أبشع من هذا وإلى أمور وانتهاكات أكثر مما نشاهده الآن من دعوة قضائية أو غيرها. هناك تجاوز على القانون في التعامل مع المعترضين، وتابعنا حالات الاغتيالات التي تمت والتي حدثت مؤخرا وغيرها من هذه الأمور التي تحدث في العراق. ننتقل إلى موضوع مختلف. اعتصام كوادر المهن الصحية أمام دائرة مدينة الطب في بغداد للمطالبة برفع الخطورة والتسكين. دعونا نشاهد. وكادر مركز الإمام الحسين الصحي في ميسان ينفذ وقفة احتجاجية أيضا للمطالبة بتنفيذ مطالب ذوي المهن الطبية. نحن منتسبين مركز الإمام الحسين عليه السلام الصحي، نتضامن مع أخوتنا في تنسيقيات العراق جميعا بالاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب وتحت سقف زمني محدد. ان شاء الله بارك الله بك. الاخوة في مركز الامام الحسين الصحي عليه السلام وقفة تضامنية للمطالبة بحقوقهم المشروعة. ومنها رفع التسكين ومخصصات بدل الخطورة 100%.
أيضا هذا الموضوع طبعا له جوانب أخرى، جوانب سلبية كذلك. الإضراب أو تعطل المؤسسات الحكومية الخاصة عن العمل تضر بالنهاية بالمواطن. هذا الإضراب تسبب بشل حركة المراجعين للمستشفيات، خصوصا المرضى الفقراء ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على المستشفيات الحكومية. سنتابع في هذا المقطع شكوى من مواطنين من توقف بعض المستشفيات في محافظة البصرة نتيجة إضراب المهن الصحية. دعونا نشاهد. هاي الأطباء مسوين إضراب على الناس الفقراء. هاي الناس الفقراء ظل برا واقف. هاي الدكتور مسوي إضراب. لا تصور مباشر. هذا الدكتور مسوي إضراب. زين هذا اللي ما عنده راتب، الفقير الملاقية اللي ما ياكل، شو يسوي هذا؟ إلى الله هذا. إلى الله. للتوضيح فقط في هذه النقطة، الإضراب هو حق مشروع لكل من يعاني أو لكل من يرى أن حقه مغبون وهناك تعدي على حقوقه إن كان موظفا حكوميا أو خاصا. ومن حق المواطن كذلك أن ينتقد هذا الإضراب الذي يتسبب بشلل مؤسسة حكومية معينة قد تضر بمصالحه أو تعطلها. لكن الجوهر في هذه القضية هو يجب أن يكون هناك سلطة محددة معينة تقوم بحل مشاكل الطرفين وبالتالي تنهي هذه الأزمة. يعني نعود في النهاية لنتحدث عن السبب أو المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة الحاكمة سواء عادل عبد المهدي أو من سبقه ممن حكموا في العراق. إذن هذه هي النقطة، من حق هذا الطرف أن يغضب، من حق هذا الطرف أن يتظاهر، أن يعتصم وأن يضرب عن العمل، ومن حق الطرف الآخر ألا وهو المواطن المتضرر من هذه المسألة. من الطرفين متضرر من الإضراب ومتضرر كذلك من السلطة التي لم تلبي مطالب من يتظاهرون. نتابع موضوع آخر وموضوع في غاية الخطورة يمس مستقبل العراق ويمس الأجيال القادمة ويمس عماد هذا البلد. أطفال العراق في بلد من أغنى بلدان العالم، طفلة صغيرة تتسول في هذا الجو الممطر الموحل المليء بالمياه قرب سيطرة كركوك في الحي الصناعي. ونتابع طفلا عراقيا آخر يبيع الورود في أحد تقاطعات بغداد، سقط نائما وسقطت الورود من يده وهو نموذج يعبر عن حال أطفال العراق المتسربين من المدارس والذين يعملون لكي يساهموا بتقديم العون لأهلهم. فالمشاهد. شاهدتم قبل قليل الطفل العراقي الذي سقط نائما على الرصيف وكذلك الطفل التي تتسول في هذا الجو. دعونا نشاهد قيمة الراتب الاسمي فقط، الراتب الذي يوضع كشكل فقط بدون إضافات بدون حوافز وغيرها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين. دعونا نشاهد، هذه هي الصورة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الرئاسات الثلاث يحصل كل واحد منهم على راتب اسمي 8 ملايين دينار عراقي. نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب يحصلون على 6 ملايين دينار عراقي. الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه هو 4 ملايين دينار عراقي. وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة 2,413,000 دينار عراقي. الدرجة الخاصة ب2,000,000 دينار والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه 1,500,000 دينار عراقي. هذه هي الأرقام التي يتقاضاها المسؤول، هذا الراتب الاسمي
هناك إضافات، حوافز، مخصصات. تخيلوا حجم المبلغ الذي سيتحصل عليه كل واحد من هؤلاء. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك. سيف المحمداوي يقول: والمرجعية ما تحكي بهذا الموضوع، بس ورطت الناس بالجهاد الكفائي، وهسه عوائل الشهداء حصر عليها اللقمة. في تعليق آخر، سارة تقول: هذا بس الراتب الاسمي من غير المخصصات والخطورة وبدل العام والنثريات. ولدينا أيضا ضمن الرسائل محمد العبدالله يقول: يا ريت لو تبقى على المكتوب كان حالنا بخير ونعيم، لكن ما ستر بالعباية أعظم. وضمن التعليقات أيضا أحمد يقول: عمي شبيكم، منو بيهم عايش على الراتب؟ انتوا شوفوا العمولات وطمطم لي وطمطم لك والمشاريع الوهمية والفضائية، والله أعلم بالباقي. هذا الراتب لأولادهم الصغار يشترون بي دندرما. علاء يقول: بالعافية على العدس والطحين يا شعب. وفي آخر التعليقات لدينا الموج الهادئ يقول أو تقول: إحنا زايد علينا العدس وطحينات الصفر، إحنا أصلا زايدين على البشرية. هكذا تفاعل النشطاء العراقيون مع هذا الموضوع، وهناك انتقاد كبير وهناك غضب واسع مما رأوه وشاهدوه بخصوص هذه الرواتب وبخصوص ما يملكه المسؤول نظير ما يملكه المواطن. سنعود بعد قليل. طبعا الموضوع الهاشتاج اليوم سيكون عن الحصة التموينية في العراق. هذا الموضوع الذي بعد أن قامت السلطة في بغداد برفع نسبة العدس المقدم في الحصة التموينية لكل مواطن عراقي، خرج الناشطون العراقيون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بموضوع حملة التبرع بالعدس للحكومة. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. هيثم تركي العراقي يقول: أدعو الإخوة العراقيين الرجاء الاحتفال بطريقة حضارية عند استلام العدس وعدم إطلاق العيارات النارية، بس لا تتفاعلون وتطشون العدس من الفرح. طيب، في تعليق آخر، مهند يقول: اللي يدري يدري والما يدري قضبة عدس. يا الحكومة ما تسوون، يا الحكومة ما تسوون قضبة عدس. أنعام تقول: أنا المواطنة العام العبادي أعلن وأمام الملأ عن تبرعي بنصف الكيلو عدس الذي منحتني إياه الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الشخص الذي أصر على يكون عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، وذلك تثمينا لجهوده الحثيثة التي بذلها في اختيار هذه الشخصية الشجاعة والحازمة. في تغريدة أخرى تقول مشاعل، تقول: راحت علينا وعليكم يا المغتربين، السنة برمضان ماكو شوربة، إن لم تستحي فافعل ما شئت. هذا هو لسان حال المواطن العراقي بخصوص هذه القضية. سنعود بعد قليل. بفقرة بعد الهاشتاج، مواضيع متنوعة نطرحها لحضراتكم. أول موضوع لدينا هو موضوع خلاف أو اختلاف ما بين شركة هواوي لصناعة الهواتف المحمولة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة. طبعا هناك اعتراضات وهناك انتقادات على التطوير الجديد الذي ستطرحه شركة هواوي في الأسواق بالنسبة للجيل الخامس. هناك بعض الدول ترى بأن هناك خطورة أمنية تشكل من وراء هذه التكنولوجيا الجديدة التي ستطرح في الأسواق. ودعونا نتابع الخلاف أو الاختلاف ما بين هذين الطرفين. We'll be right back.
طبعا ننتقل الى موضوع اخر. بالعاده موضوع البدائل للوقود وقود السيارات تحديدا هي مواضيع تطرح بين حين واخر وتكون ملفته للنظر والانتباه. هذه المره جاءونا بفكره جديده، زيت الطهي يمكن ان يكون بديلا لوقود السيارات. دعونا نتعرف. Sama ideja gradnje modifikacije moga motora na pogon sa jestivim uljem počeje još u ratnog perioda. U ratnom periodu mi smo vozili na sve i svašta, na jestivo ulje, vozili smo na kerozine. Ja sam na takav način satrao tri motora, sve dok nisam došao do idejnog rješenja kako modificirati dizel motor da radi na 100% obnovljivi ekološki izvor energije. الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو تقريبا ببلاش، تدفع شويه كهرباء صغيرين جدا للكمبريسور ان هو يخزن لك الكلام ده في هواء مضغوط. وفي آخر مواضيعنا، طبعا أغلبنا يقوم بعادات خاطئة ومضرة كذلك بالصحة، لكن قد لا ينتبه لها أو قد لا يعرف ما الصواب منها. دعونا نشاهد. وبهذا وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.